عائشة الجرجي مناضلة اتحادية كتنتمي لقرية الدانة بقرية بن عودة أقلام القنيطرة. هذا اليوم هو اليوم الوضع الترشيح ديالنا قدام السلطات. صراحة احنا جد فخورين كنساء وكنساء كنتميو للعالم القروي، وهذا الاهتمام هذا بالمرأة القروية من طرف الاتحاد الاشتراكي، رغم أنني أنا مناضلة يعني، لكن كيجي يعني في السياق ديال إدماج المرأة القروية وإدماج منطقة الغرب ككل، اللي كعبارة كتضامن من مدينة الرباط مع الجهات المنسية والجهات الهشة اللي خاصها تنمية، جد مهمة في هذا الوضع هذا اللي كيعيشوا المغرب بالذات واللي كيعيشوا العالم في ظل جائحة كورونا. كنتمنى أنني نكون قد هذه المهمة ونمثل نساء الجهة ككل، ونقدر أنني نشتغل على جميع الملفات، ونقدر أن الاتحاد الاشتراكي يظهر بشكل كيف كان دائما وكيف غادي يبقى، أنه دائما المرأة القروية والمرأة المغربية ومرأة المناضلة دائما على صفوفه.